أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أكد بأن الحكومة وتحقيقا لرؤى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تولي بالغ اهتمامها ودعمها الدائم للمواطنين وتعزيز مستواهم المعيشي وتحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم. وفي سياق ذلك أشار الوزير حميدان إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باشرت اليوم بتنفيذ أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بصرف مضاعفة قيمة مخصصات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها ما يقارب 17,000 أسرة بحرينية، ومضاعفة قيمة مخصص الإعاقة والذي سيستفيد منه أيضا 13,000 شخص من ذوي الإعاقة بميزانية مالية تقدر ب6 ملايين دينار بحريني، على أن يتم تحويل هذه الإعانات المضاعفة إلى جانب الزيادات التي تقرر صرفها على علاوة الدعم المالي إلى حسابات المواطنين المستحقين لها على وجه السرعة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.